وللحديث مشاهدينا أكثر حول هذا البيان الصادر عن قيادة أو القيادة المشتركة للتحالف بعد سقوط المقذوف على صالة مطار أبها، ينضم إلينا الآن الدكتور منيف الملافق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة شقرا. بداية، كيف نستطيع أن نقيم هذا الإجرام الحوثي دكتور منيف، خاصة وأنه يخالف القوانين والأعراف الدولية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بك أستاذ بدر وبالشاهدين. يا هلا وسهلا. الحقيقة هذا العمل الإجرامي الذي قامت به ميليشيات الحوثي فجر هذا اليوم نستطيع أن ننظر له من ثلاث زوايا مختلفة. الزاوية الأولى والنقطة الأولى أن الحوثي لا يعترف بقواعد القانون الدولي. هذه الميليشيات المارقة والمجرمة لا تعترف بقواعد القانون الدولي الذي يحرم استهداف المنشآت المدنية، والمطار هو منشأة مدنية حسب قواعد القانون الدولي، يجب أن تجنب عن أي عمليات عسكرية. الزاوية الثانية والنقطة الثانية هو استمرار إيران في تحديها للمجتمع الدولي عن طريق تصدير العمليات الإرهابية وإمداد الحوثي بأسلحة مستمرة وأسلحة متقدمة في 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 هذا الصراع أو في الأزمة اليمنية. الأمر الثالث هو أن المجتمع الدولي، أو الزاوية الثالثة، أن المجتمع الدولي يكيل بمكيالين في عملية التعامل مع الأزمة اليمنية. فعندما تضع ميليشيات الحوثي الطائرات والقواعد وقرب المنشآت المدنية ويموت بالخطأ أو يقتل بالخطأ شخص أو مجموعة من الأشخاص، نجد أن الدنيا تقوم ولا تقعد كما يقال، احتجاجا على أن القوات التحالف والمملكة العربية السعودية تقصف المدنيين، بينما لم نرى رد فعل على عمل الحوثي الذي استهدف مطار أبها واستهدف صالة المسافرين وهو مطار مدني وليس عسكري. وبالتالي هذه الأمور الثلاثة يجعل المراقب للأحداث في الصراع اليمني يستنتج بأنه هذه الميليشيات هي خارجة عن كل الأعراف الإنسانية وعن القيم الإنسانية وعن الأمور التي يجب أن تراعى في الأمور العسكرية أو الأمور الحربية. نعم دكتور منيف، ما الذي يعنيه برأيك أن تقوم الميليشيات الحوثية بالاعتراف علنا عبر وسائل إعلامها وتؤكد بأنها هي من قامت بهذا الجرم الإرهابي من خلال استهداف منشأة مدنية؟ بكل بساطة، لأنها لا تخشى العقاب. عندما تعترف هذه الميليشيات الخارجة عن الأعراف المتبعة في الحروب وعن احترام طبيعة قواعد القانون الدولي، فهي لا تخشى العقاب، وبالتالي تتبجح وتدعي بأنها قامت بهذا العمل وتعترف على رؤوس الأشهاد، لأنه هي واثقة من أن المجتمع الدولي وأن المبعوث الدولي الموجود والذي بعث لإنهاء الأزمة اليمنية السيد مارتن جريفيث بالضبط يسمع ويرى ولا يحرك ساكنا في هذا الأمر. القضية هذه الميليشيات كما قلنا هي تعتمد على إيران، وإيران دولة إرهابية ثابتة للمجتمع الدولي، ومعروف عنها بأنها هي التي تقف خلف هذه الميليشيات وتدعمها بكل الأسلحة، وفي كل مرة يتطور هذا السلاح من إيران ويسلم للحوثي لاستخدامه ضد المدنيين. وهذا الأمر الحقيقة ليس بالأمر الجديد. لاحظ أنه أخي بدر بأنه الحوثي سبق وأن أطلق الصواريخ على المدن السعودية، ليس فقط المطارات، واستهدف مطار الملك خالد بأكثر من صاروخ، وتمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من إسقاط هذه الصواريخ. القضية هي ليست عمل جديد في سلوك ومنهجية
هذه الميليشيات في التعامل في الأزمة اليمنية. كيف نفهم إيران؟ نعم، أكمل فكرتك دكتور منيف. إيران تتحدى المجتمع الدولي جهارا نهارا، وحتى وهي في ظل الأزمة التي تعاني منها الآن والحصار الاقتصادي ووجود القوات الأمريكية والحشود العسكرية والإدانة من المجتمع الدولي، ما زالت إيران تمارس هذا الإرهاب وتتحدى المجتمع الدولي. نعم. وتخرق قواعد القانون الدولي. فالأمر أعتقد بأن المملكة العربية السعودية لن تفوت هذا الأمر ولن يمر مرور الكرام كما يقال. نعم، سوف نعود دكتور منيف حول الجرأة والتحدي من قبل إيران، والتي بلا شك هي تدعم الميليشيات الحوثية في اليمن. ولكن دعني لا أفوت ما ذكره المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، حينما قال بأن القيادة المشتركة للتحالف سوف تتخذ إجراءات صارمة وكذلك عاجلة لردع الميليشيات الحوثية. برأيك ما الذي يعنيه، وكيف سوف تكون طبيعة هذا الرد؟ أولا، الرد من قبل التحالف في اعتقادي هو تحصيل حاصل، أمر طبيعي، والدفاع عن النفس حق مشروع لأي دولة وللمملكة العربية السعودية التي تعرضت لهذه الاعتداءات من الميليشيات الإرهابية التي تدعمها دولة تتبنى الإرهاب منهجا وسلوكا. المشكلة اللي تواجهها القوات التحالف هو أنها تحاول ألا يتضرر المدنيين، والحوثي جرت العادة خلال الأربع سنوات بأنه يزج بآلته العسكرية وقواعد إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة في أوساط المدنيين أو بالقرب من المنشآت المدنية، وبالتالي هذه الإشكالية تواجه القوات التحالف العربي لأنها لا تريد استهداف المدنيين ولا تريد الأذية، وتحسب حساب لقواعد القانون الدولي، وفي نفس الوقت تراعي الجوانب الإنسانية. هؤلاء مدنيين عزل ليس لهم ذنب حتى يتم قصفهم، فبالتالي تحاول قوات التحالف أن تكون الضربات انتقائية وموجهة ومحددة بشكل دقيق جدا، لأنه كما أسلفت لك أستاذ بدر بأنه المجتمع الدولي تقوم القيامة عندما يقتل مدني أو بالخطأ أو بطريقة أو بأخرى، وفي نفس الوقت ستشاهد حتى ردود الفعل، ما لا أعتقد بأنها ستكون بهذا الزخم وهذا القوة الذي يوجه إلى قوات التحالف العربي. لكنني أعتقد بأنه الرد تحصيل حاصل، والمملكة قادرة على الرد، ولديها من الوسائل، ولديها قوات التحالف العربي بشكل عام لديه من الإمكانيات ولديه من الخيارات التي يستطيع فيها الرد. وسبقا تعرض الحوثي لردود قوية جدا عسكريا بعد هجمات متتالية أو بعد أي عمليات يقوم بها في الأراضي السعودية.